مساء الخير بورسيرة. الآن في بحيرة براتشانو وهي بحيرة مياه العذبة، تقع شمال مدينة روما وتبعد عن مدينة روما 135 كيلومتر. وهذه البحيرة متع بها السياحة في فصل الصيف. وطبعا هذه مدينة براتشانو، طبعا هي قرية صغيرة شوية كويسة، وهذه المزارع لوطا، طبعا مزارعها ما حياش بعد على بعض شوي، كل واحد مزرعته. وهي طبعا البحيرة ومنظر جميل جدا صراحة. ولا تنسوا المشاركة على هذه الصفحة وزر الإعجاب ومشاهدة. شيء جميل جدا صراحة، حياة جدا حلوة. لاغو براتشانو طبعا، بالعربي بحيرة براتشانو.